عارف يا شريف، تعرف ان انت من ارجل الناس عرفتها في حياتي بجد ونعم الصح. يعني بجد مش عارف اقول لك اسف بجد، في يعني احنا في قعده زي انت دي. انت بتعمل ايه؟ بدوق البرتقال. بتدوق البرتقال بتاعي ليه وتحط بقك في البرتقال بتاعي ليه يا شريف؟ في ايه طيب؟ بعرف يا شريف ما تحطش بقك في الكوبايه بتاعتي، ما تطلب برتقال يا عم. ما انت اللي طلبت شاي. ماشي ماشي. اوبا، في حتتين قاعدين لوحدهم لو علقناهم وخدناهم وروحنا بيهم ديسكو. ديسكو؟ انت قديم. امال اسمه ايه يا عم الابديت؟ اسمه باب كلاب. محني محني سو. الولد شكله نيرد قوي. اتعلم بس، اتعلم. شوف انا اعمل ايه. اتعلم عشان خاطر. تعمل ايه؟ ايه المتخلف اللي جنبه ده؟ بيعمل كده ليه؟ سو بيئه لزج قوي. خلاص جم وبيبصوا لنا. بيبصوا لنا ايه؟ اكيد بيبصوا على حد تاني. احنا حد يبص لنا اصلا؟ انت ايه الدوجلاس دي؟ السكسوكه دي بالنسبه لك عادي؟ سكسوكه ودوجلاس؟ قديم. انت دلوقتي جبتيني هنا اني سير تلمي انت هتخشي عليه زي الكائن ده. هقوله ان انا معاه في الجامعه وعايزاه يساعدني في البروجكت. جامعه ايه يا نيلي اللي هتقولي لي عليها دي؟ احنا متخرجين من زمان جدا. هقوله اي كلام يا سو، اي كلام. اهم حاجه ان انا ادخل بيته وافتح الكمبيوتر بتاعه واجيب صور الزفته. طب والنبي بس ما تتكلمش خالص، لما يجوا يقعدوا معانا اعمل نفسك ابن خالتي ماشي وخلاص. اوكي. بس مشكلتي ان هو سنتوح قوي، يعني واضح ان انا اللي لازم اروح اتكلم معاه. ترو. يا نهار اسود. ايه اللي علينا؟ ضربونا الصبح في الجراج. قصدك اللي ضربونا انا؟ بغض النظر. مش بغض النظر، انا مش هتضرب تاني يا سيف. وقفين. انا مش هتضرب تاني. مش هتضرب، يلا نمشي عشان ما نضربش. ماشي. يلا نزوق بسرعه. ماشي. شريف ما حسبناش. مش مهم مش مهم. قومي قومي. ليتس جو. الحمد لله ان احنا هربنا، الحمد لله. انا مش قادر اتضرب تاني خلاص، مش قادر اتضرب. بصراحه شكلك الصبح وانت بتتضرب كان يموت من الضحك. خصوصا الواد اللي ماسكك من رقبتك وزنقك في الازاز وانت عامل كده شكلك كان يقتل. في ايه يا سيف؟ في ايه يا سيف؟ ما تزعلش. يا لهوي. ايه؟ احنا متراقبين. من مين؟ تقريبا العيال ضربونا الصبح خرجوا وراني بالكافيه وجايين. يا نهار اسود. عايزين ايه تاني بقى؟ عايزين ايه تاني بقى؟ ما انا اتضربت واتشتمت، عايزين ايه؟ عايزين تف عليك ما تفوش. على فكره هتضرب معايا على فكره. لا اتضرب انا اللي هضربك. عايز اتضرب انا، ما ينفعش اتضرب. انا خايف مش قادر. طب بص انا عندي فكره. ايه؟ احنا اول يمين ها. هنخش ونركب. لو دخلوا ورانا وركنوا يبقى هنتنفخ. لو ما دخلوش؟ لو ما دخلوش ما ايه اللي لو ما دخلوش؟ يبقى مش عايزيننا، هي دي محتاجه فقاقه. ماشي خش خش خش. العصابة اللي ماشية ورانا بتراقبنا. أنا نايم جنبك ولا إيش عرفني وأنا نايم جنبك أهو. طب اطلع شافهم ركنوا ولا لسه؟ مش هينفع مش هينفع، أنا اتضربت كتير قوي النهارده يا سيف، اتضربت كتير قوي يا سيف. ما ينفعش أطلع أنا، أنت قوي أنت قوي يا شريف، أنا لو طلعت هتضرب. ركنوا ركنوا. اهدى ركنوا. اهدى. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ركنوا هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ اهدى ما انت اللي غبي، سمعنا في الشارع مقفول يا غبي. ما انا ما كنتش اعرف ان هو مقفول. سو هما منيمين الكراسي ولا انا مش شايفه؟ لا منيمينها، اي كانت سي اصلا دماغاتهم. منيمين الكراسي في شارع جانبي ضلمه. انا عملت حسابي وعارف اني غبي. عملت ايه؟ برفان ودورت برفان. مش برفان مش برفان. امال ايه؟ سيلف ديفنس. والمصحف انت برنس. ايه رايك؟ ابوك لو عارف اني معاك في سيلف ديفنس اقسم بالله ابوك هيبهدلك. لو هيبهدلني ليه وانا معايا نسوان؟ دي ازازه تنقذنا في اللي احنا فيه. خلاص اول ما يجوا من الشباك بتاعك انت هتشوفهم على طول. ماشي ماشي. ايه انت غبي قوي غبي قوي. افرق كم الازاز بتاعك انت، هنعمل ايه؟ تبقى مصيبه تبقى مصيبه. انت هتنشهم. طب خلاص خليه في النص خليه في النص. ماشي ماشي ماشي. لا 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 مش قادره، الكيوريوزيتي هتقتلني، لازم انزل اشوف بيعملوا ايه. لي ار يو كريزي؟ نو دونت جو. ليه يا بنتي دونت جو ليه؟ انا لازم اعرف. لا اتس تو دينجرس دونت جو. دينجرس ليه؟ دول نيردز اصلا هيعملوا لي ايه؟ انا نازله. نيلي بليز تيك كير. اوكي اوكي. نزلوا جايين من عندك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا هتصرف ازاي؟ هتصرف ازاي؟ اعمل ايه؟ رش في عين رش في عين. لو بصيت في عينه ده تترعش هتقع مني. مش عارف مش عارف.
اضرب انسى نيلي، انا اسف على اللي حصل امبارح. خلاص مفيش مشكله، اصلا كان في عصابه بتطاردني امبارح، فانا فكرتك احد افراد العصابه. بليز لو سمحت كفايه، ما تخلينيش اكرهك اكتر ما انا مش طايقاك بجد. كفايه ان انت السبب ان انا ما نزلتش صورتي على انستغرام النهارده، ودي كارثه. طب معلش انا اسف، ممكن بس اطمن على عينيكي؟ خلاص اتس ماتش بيتر النهارده، مش لازم. معلش بس ممكن تقلعي النضاره اشوفها؟ والله صدقني مفيش، خلاص يعني خلاص. عشان ضميري بس بيوجعني، معلش انا اسف. بس هو الدكتور قال لي انها تورم شويه، بس قال لي انها هتخف على بالليل. لا اله الا الله، لا اله الا الله. هو الدكتور قال لك هتخف على بالليل ولا هتعيش بالليل؟ هي بايظه قوي كده؟ لا خالص خالص خالص. البسيها بس بسرعه، البسيها البسيها. طيب بص يا سيف، انا كنت عايزه اطلب منك طلب. عايزه فلوس؟ عايزه كام؟ لا 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 خالص، انا معاك في الجامعه. ايه ده جامعه ايه؟ معايا انا؟ مستحيل، ما شفتيش قبل كده. ازاي يا ابني؟ ده انا بقعد وراك في كل كلاسز. ما حصلش، لو بتقعدي ورايا كنت اعرف يعني، انا بحضر على طول. ما طب افكرك، انا مره استلفت منك استيكه. مستحيل تستلفي مني، لان انا مش هسلف استيكه لحد، لان اهم حاجه عندي الاستيكه. طب ثانيه، الاستيكه عليها فراوله ومتعضعضه من الجنب. انا ما اضعضعش الاستيكه عشان اعرف اهميتها، ما اضعضهاش انا. وبعدين كان امتى؟ كان يوم ايه؟ كانت محاضره الدكتور مين لما خدت مين الاستيكه؟ طيب ممكن ننسى حوار الاستيكه دلوقتي، انا عايزاك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي، عشان انا عارفه ان انت من الستودنتس اللي شاطرين قوي في الجامعه، مع انك شكلك اكبر من سنك. لا انا فعلا سني كبير، اصلا درست جامعتين ودي الجامعه الثالثه ليا. للدرجات دي بتحب التعليم؟ لا مش حد بيحب التعليم، بس انا فاهمك. انا ماما كان نفسها ادخل كليه الحقوق، فدخلت كليه الحقوق عشان ما تزعلش. بابا بقى كان نفسه اخش كليه سياسه واقتصاد، دخلت طبعا عشان بابا ما يزعلش. بعد كده بقى درست الحاجه اللي بحبها، اللي كان نفسي اخشها من الاول، كليه الهندسه، عشان انا ما ازعلش. ايه ده يور سو سويت، اي حد بيقول لك تدخل اي حاجه كده بتدخلها. طب معلش انا هطلب منك طلب، بس هو مش ده الطلب الاصلي يعني، ده طلب تاني جالي دلوقتي. انا كنت عايزه ادخل باليه، ممكن تدخل معايا؟ والله لو هتستني لاخر السنه دي اخلص المشروع بتاعي، ما عنديش مانع ارقص معاك يعني. اوكي هستنى. نرجع بقى للطلب الاولاني الاصلي. واتفضلي. انا كنت عايزاك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي. ايوه يعني عايزه ايه بالظبط؟ يعني اجيب لك مراجع، اكتب لك مقدمه، ارسم لك ماكيت. بالظبط كده، عايزاك تكتب لي مراجع وترسم لي مقدمه وتجيب لي موكيت. اجيب لك موكيت؟ اه. وانت بقى مش تعملي اي حاجه؟ يعني انا هجيب لك كل حاجه وما تاخدي المشروع بتاعي احسن. بص يا سيف، انا امبارح خليت بابي يكلم رئيس المباحث عشان يقبض على اللي عمل كده في عيني، بس ما قلتلوش اسمك، لكن دلوقتي حالا اكلمه واقول له اسمك عادي. لا لا، وتقولي له ليه؟ ما تقوليش اي حاجه، وانت لو احتجتي اي حاجه انا هعملها لك. اقول لك مش عايز الاستيكه، ومعايا ليك حته برايه بمرايه، انما ايه جميله، ومعاك رقمي كلميني. ما يعني انا مش هتاخر عنك في اي حاجه، بس يا ريت ما تقوليش. ايه الصوت ده؟ لا ما فيش، ده طفل صغير خبط الترابيزه ووقعها على الارض. ولد شاوي، اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمك ايه؟ حمزه؟ حمزه شقي يا حمزه. حمزه ما تمشيش حافي عشان الازاز ما يخش في رجلك يا حبيبي. معلش سوري، انا همشي بقى دلوقتي لان الدكتور قال لي لازم اريح عيني. طيب تحبي اوصلك؟ لا لا خلاص شكرا. هي فين بقى؟ هي مين؟ شنطتي. مع حمزه، الشنطه مع حمزه. يا حبيبي شقي شقي شقاوه، خدي الشنطه يا حبيبي. بصي سيب يا حمزه، سيب يا حبيبي، سيب. بيقول لك باي باي، عنده خصله حلوه قوي حمزه. ثانك يو سيف، باي باي. طب يعني انا مش هينفع اسيبك في الحاله ديت، لو اوصلك يعني. مالها الحاله؟ في انا كويسه، انا بعرف اتحرك لوحدي على فكره. تمام خليك، اقعد اقعد، مفيش مشكله خالص. وبعدين بقى يا حمزه في ايه؟ انا بلعب معاك؟ فين مامة حمزة يا جماعة؟ احنا في نيرسي ولا ايه؟ بتسيبوا ولادكوا كده؟ قدك انا؟ قدك؟ خلاص ما تزعلش، مش هزعقلك تاني. دي ولا دي؟ دي ولا سيف سيف. ايه يا شريف؟ بقول لك يا سيف،
الطماطم احلى ولا الخيار الهالات السوداء اللي تحت العين دي؟ البتنجان المخلل. معلش يا شريف اللي انت عامله ده، انت حاطط من الماسك بتاع ماما؟ ما ده اللي لقيته عندكم، وانا حبيت اعمل كده عشان بصيت تبقى ناعمه ونضره، عشان لما نيلي تيجي بكره تريني زي القمر. وانت مالك ومال نيلي؟ نيلي دي بنت مؤدبه ومحترمه. انا مش عارف ايه اللي خلاني اوافق انها تيجي هنا. ايه المشكله انها تجينا البيت يعني؟ ايه العيب في كده يعني؟ المشكله انها بنت وجميله. ايه المشكله في كده؟ ما تبقى تعرفنا على بنات صحابها الموزز ونخرج معاهم ويجونا البيت ونروح لهم البيت ونروح معاهم ديسكو. شريف انا جايبك هنا عشان ما اقعدش انا والبنت لوحدينا، لكن تروح تقول لها بقى عرفيني على الموزز صحابك وجو التحرش بتاعك ده انا ما بحبوش، وما بحبش كلمه ديسكو. لما تلاقيني داخل بحنان شوقي يبقى اقول ديسكو. طب بعيدا بقى عن كل ده، احط طماطم ولا احط خيار؟ حط قته. فين؟ بقولك ايه، هو انتوا لما بتعوزوا تاكلوا بتاكلوا ايه؟ يعني الشبراوي بيجي دليفري؟ بيت سأل التدويرة وشك. حد عايز حضرتك يا استاذ؟ حد مين ده؟ صباح الحنان على احلى شريهان على مر الزمان. هنيك ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ في يا شوشو دي مقابله تقابلي بيها خطيبي؟ هو انت ليك عين تيجي بعد اللي عملته في الدريم بار؟ والله يا شوشو انا كان قصدي خير، وبعدين انا عمال اكلمك من ساعتها وانت اللي ما بترديش عليا، وبعدين لو انت فاهمه ان انت بكده بتخلعي من هاني الدبدوب فلازم تفهمي ان هاني الدبدوب لسه حبوب. من فضلك يا هاني، احنا هنا في مكان عمل، يعني ما ينفعش الزيارات الخاصه دي الا لو كنت عايزني في شغل. طب ما انا عايزك في شغل. شغل؟ شغل ايه ده بقى؟ مش انتوا شركه شحن؟ ايوه. انا جاي اشحن. تشحن ايه؟ اشحن بعشه. تشحن بعشه بس؟ طيب عشان خاطر الشمسيه دي هشحن ب 30. لا في ب 25. لا انا خارج من ذمتي 30 والخمسه ليك. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ مين ده؟ مستر منير ده باينك زبون، مش انت زبون؟ زبون؟ اه انا زبون. و كنت جاي اشحن يعني. جاي تشحن؟ تشحن ايه؟ اشحن ب 50. نعم 50 ايه؟ طيب ماشي، انت مستلم يعني عشان شركه وانتوا موظبين ومكلفين؟ هشحن ب 100 مش هيخسر. هات التليفون اشحنك على الهوا، مفيش بمية. انت جاي تهزر؟ خلاص يا مستر منير، خلاص هو اساسا كان ماشي، مش انت كنت ماشي؟ مش ايه؟ لا مش بقى هي بقى كده يعني. طب على فكره بقى انا مش زبون ولا حاجه، ودي تبقى خطيبتي. لا خطيبي ايه؟ هو انت خطيبي؟ هو انت وقعت على دماغك ولا ايه؟ في ايه يا بنت؟ مش عارفه ليه نسيتك فجاه ارتبكت بقى. امشي هاني، ابوس ايدك عشان خاطر امشي. ماشي يا شوشو همشي، بس الاول تقولي لي سامحتك. سامحتك يا هاني؟ لا قولي لي سامحتك يا دبدوب. سامحتك يا دبدوب. لا ما تاكلنيش يا ماما، قوليها زي ما بتقولها لي. سامحتك يا دبدوب دبي دبي. ايوه الغلاسه اللي انتوا فيها دي، اتفضل اطلع بره يا سخيف. انسه شريهان. ايوه فضل. ما ينفعش ابدا، احنا هنا في مكان شغل، ما ينفعش اي زيارات عائليه فيه. وبعدين انت بقالك كام يوم وبيجي لك زيارات، قدام شويه هيحصل ايه؟ اسفه يا فندم، اوعدك مش هتتكرر تاني. خلاص سامحتك. وبعدين ايه البتاع اللي على دماغك دي؟ اصل انت كيف عمال ينقط فجاه؟ انت هتحكي لي قصه؟ اقلعي البتاع اللي على دماغك دي يلا فورا. حاضر يا فندم، اتفضل. انا هجربك في شغل، اما نشوف. عايزك تعملي لي فايل تحطي لي فيه كل حاجه عن الشحنه بتاعت ايطاليا اللي رايحه الصين، اتفقنا؟ حضرتك دي لعبتي، خمس دقايق وتبقى عندك. دي مواعيد ساعة نستناكي. مش ده بيت سيف؟ سيف موجود؟ ولو مش موجود ما ينفعش شريف خالص؟ انت بتستظرف بقى بصراحة. اهلا يا نيلي، ازيك؟ بطل غتاتة يلا، وبعدين اقلع الروب بتاع ماما عشان لو شفتك لابسه هتبهدلني. الفسكوزة بتاع ماما؟ ايوه اقلعه. انا مالي، ادخل ولا ايه ده؟ بطل غلاسة. طبعا اتفضلي يا نيلي اتفضلي. واو استغفر الله العظيم يا رب، الحمد لله على كل شيء يا رب، صبرني. أنسة شريهان، في واحدة بتسأل على حضرتك. واحدة؟ في إيه النهاردة بس؟ يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار ما
مبروك يا حبيبتي. المكتب الشيك ده بتاعك يا بنت. يا اختي علي يا حبيبة خالته، بينها بدتلك في القفص يا بنت. ايه اللي جابك يا خالتي؟ اقسى عليك، ايه اللي جابني ويا بنت اللي انت لابساه فوق دماغك ده؟ انت بيشغلوكي هنا ايه؟ بتاعة شماسي بتفرديها يعني؟ ولا بتشتغلي هنا ايه بالظبط؟ معلش اصلها بتمطر عندي هنا. المهم انت ايه اللي جابك دلوقتي بس يا خالتي؟ اقسى عليكي تاني هتقولي لي ايه اللي جابك؟ بصي بقى، انا جايبه لك لقمه يا روح خالتك تاكليها كده بالهنا والشفا. لهوي جايبه لي اكل هنا في الشركه اكل؟ امال هجيب لك فين يعني؟ وبعدين انا فرحانه بيكي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا ده؟ ايه الغاغه دي؟ احنا هنا فين؟ في شركه ولا في مولد؟ انا اسفه قوي يا مستر منير، وبعدين انا ما اعرفهاش اصلا. انت مين يا ابله؟ اخفى عليك يا بنت، بتتنكري مني؟ انت تاني يا شريهان؟ انا مش لا البتاع اللي على دماغك دي الاول وانا بكلمك. ماشي. انا مش كل شويه حد يجي يزورك في الشركه، ما ينفعش. مشغلين عندنا مين؟ صوفينار؟ ايه يا اخوي؟ مالك عمال تزعق فينا كده ليه؟ فزعت البيت وفزعتني انا كمان. اشحال يا اخويا اللي ما كانش عمها صاحب الشركه دي كلها. لو سمحت يا مدام، انا مش بكلمك، انا بوجه الكلام للموظفه اللي بتشتغل عندي. وبعدين يا شريهان، ايه الاشكال البلدي دي؟ بلدي؟ انا بلدي يا ابن السمن البلدي. تقصد مين بالسمن البلدي؟ استنى بنت، انا اعرف اكلم الاشكال دي كويس. خلاص يا خالتي بلاش ده، بلاش ده بالذات. ليه بلاش ده بالذات؟ مدير يا خالتي ابو سمن. مديرك؟ الراجل البطريق ده مديرك؟ بطريق الامن منير. في ايه؟ الحقني يا استاذ عبد الله. ست صباح، اهلا وسهلا. ازيك يا سي عبدو؟ انا كويس الحمد لله. خير يا فندم، في ايه؟ تعالى يا اخويا شوف موظفينك عمال يشخط فيا من ساعه ما جيت وانا قاعده اعيط اعيط. اتهنت والله. اتهنتي؟ مستر عبد الله انا اللي اتهنت. منير ارجوك، مستر عبد الله بليز ارجوك. منير اتحرك. موفيت. ميرسي. ناس اتفننوا واتحفوا، وناس اتكوروا واتحدفوا. الله على الزجل ده، مش ممكن. ده صلاح جاهين؟ دي صباح جاهين. طب مش تقول لنا هاني من الجاية كنا على الأقل دهنا الأرض مربى؟ والله يا سعبده أنا ما كنتش جاي، بس البت الغلبانة دي صعبت علي، قلت أجيب لها حاجة تتوتت بيها. طب تصوري بقى أن أنا زعلان، يعني تجيب البنت لقمة وما تجيبليش أنا؟ ودي حاجة تفوتني يا سي عبدو. استنى بس، ده التقيل جاي ورا. لا يبقى ناكل في مكتبي بقى، وسع ونزروت براحتنا. اتفضلي يا هاني ما حصلك. طب والمكتب ده يروح له منين يا سي عبدو؟ آه شوفي، لو عديت المكتب الأول ولا أقولك أنت هتحسي بنفسك. حاضر، من عيني يا سي عبد. هروح أأكل سي عبد الأول وبعدين أبقى أرجع لك. مش هتفقق. ماشي يا خالتي. أوي. آه أهلا أهلا شريهان. إيه يا عم؟ يا حبيبتي عاملة إيه في الشغل هنا؟ الحمد لله يا عم. طب شوف، أنا عايز أقول لك على حاجة، لو عوزتي أي حاجة صغيرة أو كبيرة ترجعي لي فورا، أو لمنير. ماشي. هي في بس حاجة واحدة. طب أنا أستأذنك لأني مشغول جدا دلوقتي. طب هقول. باي باي. بيتك يا شيخ، بيتك. ايه ده، انت بتقرا مجله ميكي لحد دلوقتي؟ انا عارف انها حاجه عيالي، بس انا بقرا ميكي لحد دلوقتي. مش عيالي خالص. انت عارف ان انا جدي صاحب مجله ميكي هو اللي كان بيكتبها زمان؟ مش معقول، ده جدك ده كان راجل عظيم. طبعا عظيم يا ابني، ده جدي. تشربي حاجه؟ سوري، تشربي حاجه؟ شاي، قهوه، نجيب بريل ونخربها؟ الشيء ده مستفز قوي. البريل؟ لا انت. هو مين ده؟ ده شريف، كان معانا في الكافيه، انت نسيتيه؟ لا مش فاكراه خالص. ده شريف صاحبي الوحيد وبيعدي عليا هنا كتير، ده كان بايت معايا امبارح. كان بايت معاك وواخد الروب بتاع مامتك، ويرد قوي. لا مش ويرد، هو شقي. يا شقي. يلا تشربي ايه بقى؟ ممكن تريبل بيري كيوي سموذي. ايه؟ سموذي. لا انا ما بشربش الحقيقه. لا هي عايزه تشرب، افهم بقى، هي عايزه تفك، افهم. اجيب كحوليات وننبسط؟ لا 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 خالص، انا ما قلتش كده. هات لي ميه.
اوكي ماشي ماشي، هاخد وقت في الميه. ها انجز انت بس وفكها كده. يلا يلا انجوي. بصي هو غيتت شريف غيتت، بس قلبه ابيض يعني طيب جدا. فين الفايل بقى بتاع المشروع بتاعك؟ الفايل على اللابتوب، واللابتوب في العربيه، بس انا عندي كوبي على الميل. طب كويس، احنا هنشتغل على اللابتوب بتاعي وهبعت لك كل الشغل بالميل. طيب اوكي ماشي. هات اللابتوب بقى عشان انا لما بكتب بنفسي بستعوب اكتر. بت ايه؟ بستعوب. لا انا هكتب انا عشان انا سريعه عشان ننجز. يا ابني انا في الكتابه سريعه بس. هذا وقد قرر العالم الفلكي والرياضي البريطاني بريكتور بعد رصده هذه الظاهرة وتمكنه من تصوير لحظة انشطار واجهة الهرم في عام 1920 ميلادية. معلش، هي قد بالقاف ولا بالكاف؟ هو انت لسه في قد؟ ايه بس خليني اتأكد من سبيلينج. بالقاف. قاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين؟ ايوه. اوكي قاف قاف. يا له سريعة سرعة اسرع واحدة. قاف. طيب هذا انت بتطلعي ولا بترجعي؟ ايوه خليني اكتب صح. هذا بالزه ولا بالزاد؟ بالزال. مفيش حاجه اسمها زه ومفيش حاجه اسمها زاد. ازاي في ره زه وفي زاد ضاد؟ اسمها صاد ضاد وره زين. زين ده مش حرف، ده اسم بني ادم. حتى في بنات اسمها زينه. انت شكلك ما كنتش شاطر في العربي على فكره. انا خلاص خلاص هكتبها بالزاد. طب قابليني بقى لو لقيت الزاد دي عندك. انا مش عارف انت متعصب ليه يا سيد. اهدى شويه يا سيد، اهدى شويه. انت مش شايف يا شريف؟ انا مش شايف. انا مع مين؟ انا مش شايف. شريف ما تستعبطش، ده بريل. انت هتعمل لي سكران. ماشي ماشي معلش. خلاص خلاص كمل يلا. هذا وقد قرر. قرر بالقاف ولا بالكاف؟ بالقاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين. اللي هي سيركل وعليها نقطتين. اوكي قاف. قرر ره ره ره. يا رب ارحمني. ره ره لقيتها. قرر يعني ره تاني. ره ره. انت بتدوري على ايه؟ ما هي هي، ما انت لسه دايسه عليها. دوسي عليها تاني. مش لاقياها. يعني ايه مش لاقياها؟ يعني فطت سابت الكيبورد وطارت؟ ده انت غريبه قوي يا شيخه. اهدى بس اهدى اهدى. اوقات الري بتفط من فعلا من الكيبورد. معلش اهدى. بطل شرب يا اخي، البريلا هيقتلك. طب بالراحه على البنت، البنت زي القمر عشان خاطري. بالراحه. على فكرة أنت موترني جدا والمشكلة مش عندي. أمال عندي أنا؟ يا عم المشكلة عندي أنا، عندي أنا المشكلة. خلاص معلش. المشكلة في اللابتوب بتاعه صح؟ أيوة صح، أنا معاكي جدا فعلا. اللابتوب بتاعك غير اللابتوب بتاعي. يعني مختلف إزاي؟ يعني هو هو لا أي لابتوب في نفس الكيبورد. لا الكلام عندك أنت مختلف، على الأقل أنا عندي زاد أنت ما عندكش. مفيش حاجة اسمها زاد. أنا مش عارفة أشتغل على اللابتوب ده، أنا عايزة اللابتوب بتاعي. هو موجود تحت في العربية، هتنزل تجيبه لي ولا أنزل أنا أجيبه بنفسي؟ لا لا ما تنزليش أنت. انا هنزل واعملك اللي انت عايزاه. يلا انزل بقى ومتاخر بقى. ايه واديني فرصتي بقى كده عشان اقعد معاها شويه. ها نتكلم انا وهي شويه. يلا اديني وقتنا بقى. ماشي ما انت ايه قليل الادب. دي بنت مؤدبه مش زي اللي تعرفها. ماشي ايه المشكله؟ بس انا مش هقعد معاك لوحدي على فكره. في انت قفشتي ليه؟ ما كنا لسه بنتكلم وفكرنا ما بدانا نفك اهو. سيف لو سمحت خد الشيء ده معاك. ماشي يلا. مش هتغير الروب ده ولا البس ابيض احسن؟ ابيض يا شريف. شريف سيف تعالى خد المفتاح. خلي بالك عشان انا شاكه ان صاحبك ده ممكن يسرق حاجه من عربيتي. صاحبي ده بتقول ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ بنتكلم عليك. اوكي ماشي كملوا. لا صاحبي ده مش حرامي، مش حرامي. هو ممكن يكون غيتت غلس لكن مش حرامي. خايفه ياخد مثلا سكارف من عندي من العربيه اذا كان اخد الروب بتاع مامتك. لا دي مش سرقه، دي شقاوه. شقي قوي. شقي. اوكي خلي بالك عامه. لا ما تلاقيش. بليز دوري كويس عشان انا مش فاكره حتى اللابتوب فين. طيب حاضر. يعني مش متأخر. خد راحتك، البيت بيتك. شكرا. فين الصور بتاعته معاها؟ فوتوز برايفت. ياسمينة. ايه ده؟ دي احلى حاجة حصلت لي في حياتي. دي هتبقى فضيحة جامدة جدا. دي كانت مبزوزة مبزبزة من كل حتة. ايوه يا سيف استنى ما تجيش. لقيت اللابتوب؟ لا ما تطلعش من غيره.
دور عليه في كل حته، دور تحت رجلي كده الحته اللي بسوق فيها، دور جنب الكرسي التاني، دور بين الكرسيين، في الكنبه اللي ورا، في شنطه العربيه. من فضلك ما تطلعش من غيره عشان اللابتوب بتاعك وترني قوي. ثانك يو باي. هبعت صور لنفسي على الميل. طب ما انا اعمل لهم شير من الفيسبوك بتاعه وانا ولا من شاف ولا من جري. باي ياسمينة السمينة. يا بنتي كانت اكسبيرينس تحفة، حطوني في حتة كده اسمها ستيفا استنيت فيها. ايه ده، ايه ستيفا دي؟ I've never heard of it. حتة كده زي waiting area بس زحمة قوي، حاطين فيها كل المجرمين. This is so cool. الجوجل تستني. معرفش، I don't think انك هتلاقيها يعني. نيلي سو ازيك؟ هاي هاي هاي. شفت صورتك وانت في البوكس امبارح والكلبش بعيد. على فكرة انا كمان شفت الانترفيو بتاعك، كان بشع. ان شاء الله الانترفيو الجاي هيعجبك قوي، بس انت بقى لما تتحبسي المره الجايه بقولي لي عشان ابقى اجيب لك عيش وحلاوه. باي باي. سو فاني وفيك قوي. على فكره دي مش عينيها، دي لانسز. انا ركزت دلوقتي. بس لايقين على بعض جدا. سو انتي هبله صح؟ لا انا عادي. انا مش فاهمه يعني، هي بتغزني عشان طلعت في انترفيو؟ انا ممكن اخلي بابي يطلعني في اي انترفيو انا عايزاه بكره على فكره. انا ليه؟ هي طالعه في انترفيو بتتكلم عن الحاجات الخيريه اللي هي بتعملها. انت هتطلعي تعملي ايه؟ ايه المشكله يعني؟ انا كمان هعمل خيريه. لا لا، اللي حصل ده ما يصحش ابدا يا سي عبد الله. ما عندكش فكره انا اتاثرت قد ايه؟ طبعا انت عندك حق تزعلي. ما يصحش. بس هو البنت من ساعة ما مامتها ما توفت وعايشة لوحدها، وأنا بدلعها غصب عني، كان لازم أدلعها زي ما أنا عايش لوحدي ومحتاج حد يدلعني. فقلت اللمة بتاعت العيلة بتاعتنا هي اللي هتقرب البعيد. آه معاك حق. ها صافية لبن حليب يا قشطة على ميعادنا النهاردة؟ بس يا خسارة اللمة دي مش هتكمل، أصل شريهان تعبانة شوية مش هتقدر تيجي معانا. يا محاسن الصدف. نيلي كمان مش هتقدر تيجي لأن عندها انترفيو النهاردة في التلفزيون. طب خلاص بقى نأجلها لبعدين. مين ده؟ ده لسه بقولك يا محاسن الصدف، تقوليلي كده. المهم انت تبقي جاهزة امتى؟ يعني كمان ساعة كده. تحب اجيلك على فين؟ ما تجيلي شقة المهندسين ونخلص. ما تختيش يا سي عبدالله. لا لا انت فهمت ايه؟ انا اقصد تعالي شقة المهندسين نتقابل وننزل ناكل في اي ريستوران. طب خلاص تعاليلي بعد ساعة على المزلقان بر. عيني اؤمري. تعيش يا سي عبدالله. طب يلا بقى يلا عشان الحق اجهز وما اتاخرش. باي باي يا سي عبد الله. ناوي على ايه يا صبوحه؟ هتستفردي بالراجل؟ لا يا اختي مش عايزه استفرد بالراجل. هستفرد بيه ليه؟ انا بس عارفه انك انت بتحبي تخرجي مع خطيبك يوم الجمعه، بتحبوا تخرجوا سوا سوا كده، فقلت يعني اسيبك يا حبيبتي عشان تبقي براحتك. ما انت عارفة يا خالتي ان انا والواد هاني متخانقين ومش هنزل معاه. ليه؟ متخانقة معاه ليه؟ ده الواد طيب وحدة سكرة ودمه شربات. ايوه دمه شربات على قلبي. وبعدين يا اختي ما انتوا ياما بتتخانقوا وترجعوا تصطلحوا تاني، ما فيهاش حاجة. شفتي؟ اهو جبن الله ابن الغالي يا حبيبتي. قولي له مش موجوده يا خالتي. لا يا بنت ازاي عايزاني اكذب؟ يا نوشه يا حبيبي انا جايه افتح لك اهو. عايزاني اكذب يا شريهان؟ اخس عليك. حاضر يا حبيبي جيان. اهلا وسهلا. ايه النور ده كله؟ ازيك يا نوشه؟ وحشتني يا حبيبي. يا اختي ايه الجمال اللي انت فيه ده النهارده؟
منور يا حبيبي. خير يا خالتي مالك؟ مفيش يا حبيبي، بطمن عليك. هو انت مش زي اخويا الصغنن؟ وبعدين ايه التريننج الحلو ده؟ انت مش حران؟ هو في ايه يا خالتي؟ في رز بلبن يا حبيبي، تحب اجيب لك يطري على قلبك؟ لا بقول لكم ايه، الكلام ده ما يمشيش معايا. مش هاني الدبدوب اللي تكلموه بالطريقه دي؟ عايزين تفضوها سيره؟ ادوني يا حبيبتي شبكتي والاقساط بتاعت الجمعيه، 7 شهور على داير المليم. اقساط جمعيه يا معفن؟ هو احنا من يوم ما شفنا خلقتك شفنا منك لا ابيض ولا اسود، جاتك 60 نيله. ايوه كده اظبطي، انا ابتديت اقلق. خلاص يا خالتي، عايز ايه يا هاني؟ طيب اسيبكوا براحتكوا بقى. ها وانتي يا حبيبة خالتك افردي وشك شوية، ادي الوش شوية حنية. وانت يا نوشة ما تنساش بقى سلمني على امك، اصلها وحشاني يا معسلة قوي يا بتاتا. يا خالتك رفع حاجة ولا ايه؟ ايه يا غزال مالك حرنان علينا ليه كده؟ انا اصلا مش موجودة يا هاني، انا في مشوار. طب ما تتأخريش بقى عشان انا قاعد مستنيك. ايه في يا بت؟ بقالي اسبوع بكلمك في التليفون ما بترديش ليه؟ انت ازاي ياض يا هاني يا معفن تسيبني واقفه في الشارع وكمان وانا لابسه البرتقانه؟ ايه ده، هو انت ما كنتش راكبه جنبي في الموتوسيكل؟ لا والله ما خدتش بالي خالص. طب والبوكس اللي اديتهولي في بطني؟ البوكس ده محبه وغلاوه. دي غباوه. شوشو انا جاي عشان اصالحك وافسحك واخرجك من المود اللي انت فيه ده. ومين قال لك اصلا ان انا هنزل معاك؟ ليه ما عنديش كرامه؟ ماشي يا شوشو براحتك، ألغي بقى مع الواد اللي كان هيودينا الدريم بارك ده. وحياة أمك يعني؟ أنت كنت هتوديني الدريم بارك؟ وتركبني الدودة والمنخل؟ دودة إيه وأنا موديك جنينة الفسطاط؟ بقول لك الدريم بارك. أوعى يا دي هاني يكون قصدك الملاهي الكبيرة دي اللي بنشوفها من على الدائري. أيوه هي دي. اللي فيها الراجل المدور أبو نضارة ده بيقول دوبي تعالوا بينا يلا. إحنا وش الله. بس مفيش شلة، هنروح أنا وأنت بس. ماشي. هتيجي ولا لسه كرامتك ناقحة عليكي؟ مين قالك اصلا ان انا عندي كرامه؟ مفيش كرامه في الملاهي هاني. هاني 5 دقايق بالظبط هكون موجود. بس وحياه ابوك، خد البلوزه دي دوسلي عليها شويه. من عينيا. دوبي تعالوا بينا يلا، احنا وش الله نقعد نتسلى. شوشو. ها يا البلوزه دي مكمكمه ليه كده؟ انت كنت ناشراها في الحمام؟ انا ما غسلتهاش اصلا يا هاني. وبعدين مالك فاضلها لبستين وبعد كده اغسلها. دوس انت بس عليها كويس. دوس لبستين وبتكويها ليه اصلا؟ مساء الخير. الو ايه يا حبيبتي في ايه؟ ما تقلقيش يا صباح، هتاخد منك الشال عشان نقعد براحتنا بس مش اكتر. طب خدي وخدي دي كمان لحسن، ده انا حران. لا لا كفايه الشال. لا ما تخافش انا ساتره نفسي من تحت. خدي يا حبيبتي خدي. يوه ثانك يو. بس والنبي يا اختي حاسبي عليها لا تتكسر، اصل راحه بيها فرح بكره. تعالى. مساء الخير مستر عبد الله. مساء الخير، ازيك؟ مساء الخير يا هانم. اهلا وسهلا، نورتونا. ميرسي. تحب حضرتك تقعد سموكينج ولا نو سموكينج؟ ثواني اسال هانم، سموكينج ولا نو سموكينج؟ ايه السموكينج ده؟ هتدخني؟ انا بحب اشرب معسي. عندكم قص؟ نو سموكينج بليز. اتفضل اتفضل يا هانم. اتفضل حضرتك. متشكر. ما قلتليش ايه رايك في المكان؟ حلو قوي مش بطال، بس المزيكا يا اخويا جايبه لي كرشه نفس وقلبه معدتي. مفيش حاجه فريحي كده؟ فريحي؟ اه اخليهم يضربوا لك حالا فرتكه فرتكه. شكرا.
والنبي يا عبد الله تديني الملح، الشوربه برد وما فيهاش لا ملح ولا فلفل ولا فيها طعم ولا فيها شوربه. استني، دي مش شوربه، دي عشان نغسل ايدينا مش اكتر. ايه؟ نغسل ايدينا. انا قلت كده برضو، وماله، ادينا غسلنا جوفنا. ايوه جوفنا. لا شجعها. سي انا بشكرك على قبول دعوه العشاء. تعيش. نورتيني. كتر خيرك يا استاذ عبد الله. اوكي. بتعملي ايه؟ ايه؟ بتغرغر. هو مش ده غسول؟ غسول ده نبيت. نبيت؟ لا انا ما بشربش النبيت. عندكم اوزو؟ لا مفيش. هو ماله قالب زحنيته كده ليه؟ ده المثل بيقول لقيني ولا تغديني. احنا مش مفروض في مطعم؟ فتوت. ايه ده؟ انت بتبرتم تقول ايه؟ لا انا سامعاك وممكن اقوم لك، انت ما تعرفنيش. صباح. لا بقول لك ايه بقى، انا اتخنقت، المكان ده ريحه مش خفيف على قلبي. قوم يا سي عبد الله نروح مكان تاني يا اخوي، انا مش مستريحه هنا. حاضر، انا هوديكي مكان تحفه ولحسن الحظ لزق في شقه المهندسين. لا احنا مش رايحين لزق في شقة المهندسين، مش رايحين المهندسين خالص، احنا رايحين مكان تاني. مش انت عايز تتعشى؟ اه. خلاص سيب لي نفسك وانا مش هخليك تنت. مين اللي معانا؟ ايوه مين؟ ايه؟ لا مش سامع الاسم. بصرف النظر ماشي ايا كان، دخلها دخلها بسرعة بس عشان ننجز الله يخليك. ماشي ماشي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. انتوا مين بقى؟ أنا المكير وده الكوافير. بتوع مين؟ الأنسة نيلي. الأنسة نيلي؟ نيلي. نيلي. نيلي فوازير. بتاعت زمان. نيلي بتاعتنا اللي بنشوفها. نيلي مين؟ أنتِ مش فاهمة؟ كارثة، الاستوديو بايظ جدا، ما فيهوش نظام خالص. وكمان أنا نسيت الفاونديشن بتاعي، مش عارفة اللايتنج بتاعه ما هيطلعني بيل ولا إيه. ابعتيلي على الواتساب. أوكي. آه واقف قدامي شكله زي ما هو عادي بنفس العضلات كل حاجة. سلام. طب اقفلي عشان هو بيبرق لي. أهلا. هاي أستاذ يوسف ولا يوسف عادي عشان ما كبركش؟ يو تمشي يعني مش أزمة. أوكي. أي حاجة أي حاجة. حضرتك؟ أنا نيلي مكاوي. أهلا بيكي نيلي مكاوي. آه كل الناس بتقولي كوين أن، بس أنت لو عايز تطلع كول قدام الناس ممكن تقولي نيلي. بصي المرحلة الجاية أنا عايز أبقى أكون قدام الناس قوي. نيلي بالظبط. خطفة كده نيلي. تمام يا نيلي. أوكي طيب ممكن نقعد؟ أوكي معلش بس قبل ما نقعد هدي لك الورقة دي، دي اللي فيها الأسئلة اللي هتسألها لي. أنت جايبة لي أنا أسئلة يا نيلي؟ أه. ميرسي. طيب بما إنه جايبة لي الأسئلة فأنا ممكن أستأذن في حاجة في الأسئلة دي؟ اتفضل. في سؤال هنا أنا عايز أبدأ بيه، اللي هو إيه أكتر لون شعر بيليق على بشرتك؟ الحاجات دي لما بنبدأ بيها بتسخن. لا لا معلش بليز ما تغيرش ترتيب الأسئلة. لا. ولو عايز تسألني على تاتوز أو بيرسينجز اتس نون أوف يور بزنس. فاش. بالظبط. الحاجات الشخصية دي ما بنتكلمش فيها على الهواء إطلاقاً. بالظبط. حاضر يا نيلي. اتفضلي اتفضلي ميرسي ربنا يخليكي. عن إذنك. الأسئلة هنا، أنت رايحة فين؟ هقعد. ده الكرسي بتاعي. أنا بقعد الناحية دي. جايبه معاك من بيتكو يعني أنت بيبي قوي. لا بيبي ايه هو ده البرنامج يعني كل واحد فينا بيقعد. خلاص نو بروبلم اقعد في اي حته. طيب اتفضل اتفضل. ممكن تظبطني بس يا باشا؟ والله انا واقف بقالي ساعه اهوت مستنيك عند البوابه مستنيك. ماشي مع السلامه.
هو انت بتكلم مين؟ لا ما تاخديش في بالك. المهم ايه حكايه عمك بقى اللي طلع لكم ده وغني قوي وعنده شركات واطيان؟ ايوه ده طلع جامد قوي، ده قال لي انه هيشغلني عنده في الشركه ب 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ ايوه. هو في حد اصلا بياخد 5000 جنيه؟ انا هيديني 5000 جنيه. ليه يديكي 5000 جنيه وانت من بيت اهله؟ ايه الغباء ده؟ بقول لك عمي عمي. ايوه صح، لا عمك يديكي صح 5000 جنيه صح. المهم ايه رايك في الدريم بارك؟ تحفه تحفه تحفه، انا حاسه ان هي جالي حاجه من الانبساط. ممكن ندخل بقى؟ يلا ندخل. ندخل حالا اصلا يا ماما لسه لما الو وكتاب اللي انا واقف عند البوابه يا باشا. ماشي اطلع هتلاقيني على طول. لابس لون ايه؟ لابس لون الدريم بارك. ايوه اطلع بس هتلاقيني والله. مع السلامه. مع السلامه. هو انت بتكلم مين كل شويه؟ هو في حد جاي لنا؟ حد مين؟ لا طبعا مفيش حد. بصي هو في مصلحه زي اللوز يعني ساعه زمن وهنخلصها. هو انت جايبني تفسحني ولا تشغلني؟ استني بس قبل ما تكشمي لي وتحرفي في وشي كده. اهدي اهدي. في المقام الاول جاي افسحك، بس هي فسحه وشغل في نفس الوقت. يعني هم جماعه عايزين يصوروا اعلان وعايزين العيال المودرن دول يجوا يلعبوا ويتبسطوا كده قدامهم ويصوروه، يعني لعب وشغل. بس ده ما كانش اتفقنا يا هاني. ما تبقيش غبيه يا بنت، هيطلع لك قرشين حلوين تجيبي لك بهم طقم كاسات مقابض اي حاجه. ولا انت يعني خلاص عشان هتقبضي 5000 جنيه في الشهر هتتنططي على اللي جابوا اهلي؟ بص يا بنت الناس انا بفسحك على قد ما قدرتي، بس اللي اضمنهولك ان انا راجل شريف وفلوسي دي فلوس حلال. خلاص خلاص يعني انت هتشحت؟ طب امان عليك يا هاني تقول لهم ان انا مش هينفع اركب الحاجات الصعبه، يعني اركب الحاجات الهبله زي الفنجان اللي بيعمل كده ده، الحصان اللي بيعمل كده، يعني اخطر حاجه هركبها السيارات المتصادمه. لا 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 ولا هنوصل للمرحله الخطره دي اصلا. يا بنتي انا مفهمهم على كل حاجه، قلت لهم يا جماعه لو سمحت عايز حاجات خفيفه، دي خطيبتي حبيبتي، يعني مش جايبها بهدلها، انا جايبها ادلعها. ابو سيدك بعد اذنك نزلني عشان خاطر اجوك، اصل انا عندي فوبيا من الحاجات دي. كات في ليه هاني؟ احسن يا وحش جدع بنت شوشو جدع، شكلك حلو جدا في الكاميرا وبعدين عماله تمثلي حلو وعامله مرعوبه وخايفه. برافو عليك هاني. ابوس ايدك خليهم ينزلوني عشان خاطر ياخد كل الفلوس اللي معايا وخليهم ينزلوني. دي صعبه قوي صعبه قوي. بس ممتعه. لا 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 مش ممتعه. ورحمه امي هطرش يا هاني هطرش يا هاني. التلت السريع مع الصاروخ وهو طالع. ها عصام اخر مره هنظبط التلت مع الصاروخ. اكشن يا هاني. قلوب عصام الحبيب مش قادر. بتموت يا عيني يا بتموت يا عيني يا بتموت يا عيني. وحش وحش وحش. هنعيد تاني يا بيه. اظبط التلت يا عصام. وتظبط التلت يا عصام. وتظبط التلت يا عصام. والله خيب بيت اهلك. انت ايه يا اخي؟ مفيش غيرك. شوشو شوشو هو ده هايل يا عصام. مكمل اول يا اخي. منك لله منك لله. البت ماتت يا حمصاني. اتاكدوا لو البت ماتت غيروها وهاتوا واحده تانية. ها مش فاضيين عايزين نصور. اتفضل. اه بس اليوم محسوب على فكرة. خد جيب الهنا والشيف. اي اوامر تاني ست صباح؟ اسلم ايدك يا بطاوي تعيشني. تحت امرك. يا سلام. انا ما اكلتش اكله بالطعامه دي من 22 سنه و8 اشهر. يا اخويا بالهنا والشيف، هو انت اكلت حاجه؟ طب ده حتى راس الخروف اللي احنا طالبينه لسه ما اكلتش نص. لا انا تمام كده. كفايه قوي. طب خد الكارع ده من ايدي عشان تسلق طول. لا لا مش هقدر صدقيني. طب حته الليه دي بقى عشان تحلي بق. احلي بق بليه؟ دي ممكن بقى تقف عندي في الاورطه وتجيب اجلي. انت بتتدلع. ما انت زي البغله اهو ما شاء الله. خد بقى ما تكسفش ايدي. وانا برضو اقدر اكسف الايد اللي زي المربى دي. عسل يا سي عبد الله.
طب يلا بقى نخلص الاكل عشان نخش على القنبله. قنبله؟ يعني ايه قنبله؟ الحلو يعني. الحلو اسمه قنبله؟ يا اخويا هما اللي بيسموها كده، اصلهم ناس مبالغه. عباره عن ايه بقى القنبله دي؟ هو رز بلبن بالقشطه بالعسل بالمكسرات بالفواكه بالبسبوسه والايس. يا حزني يما. احنا لسه معاكم في برنامجنا، ودلوقتي جه فقرتنا مع نيلي مكاوي. نيلي مكاوي بتقول انها عامله مبادره تساعد بيها الفقراء وتقف جنبهم وما الى ذلك. خلونا الاول نرحب بنيلي. ازيك يا نيلي، عامله ايه؟ انا ام فاين الحمد لله. حفظتهم الحمد لله. اتمنى يكون كل حاجه بخير يا نيلي. قولي لي بقى، انت عامله مبادره علشان تقفي بيها جنب الفئات المحتاجه، الفقراء والغلابه اللي في بلدنا، ايه بقى المبادره بتاعتك؟ انت مش فاهم يا جو انا تعبت قد ايه. قعدت اكتر من ساعه ونص بفكر ازاي اساعد الفقراء والمساكين. ساعه ونص كامله؟ ساعه ونص بدون توقف. بالظبط. تعبتي؟ كنت عايزه اخرج من كل التابوز وافكر اوت اوف ذا بوكس. كفايه بقى ان احنا نقعد نديلهم فلوس، نديلهم سقف، نديلهم هدوم، نديلهم جاموسه. معقول الناس زهقت كل يوم لحمه فراخ سمك؟ فقر النهارده بياكلوا بندق ولوز وجوز وعين جمل وكاجو وكل الحاجات الجميله دي، زهقوا خلاص. بالظبط طبعا. فكنت عايزه بقى انا افكر بطريقه ديفرنت. اختلاف. ايه بقى الاختلاف اللي انت عملتيه؟ ممكن بس بليز ما تقطعنيش عشان انا عارفه حركات المذيعين دي. اطلاقا انا بساعدك، يعني بسالك اسئله كتير عشان نفتح زوايا كتير، المشاهد المصري المشاهد العربي المشاهد الدولي يعرف مبادره نيلي مكاوي. اوكي. فانا كنت عايزه اكون كرييتيف وما اقعدش بقى اجيب لهم بطاطين والجو ده. بلا رخصه يا شيخ، بطاطين ايه؟ ففكرت ان انا اعمل لهم محاضره. مبادره؟ اوكي، اعمل لهم مبادره. وسميتها الفقير وانا. الفقير وانتي، هتعملي ايه بقى مع الفقير؟ ممكن ما تزايدش على كلامي عشان الشفافيه. سيبك من قصه المزايده اللي مالهاش علاقه باللي احنا بنقوله على الاطلاق، كملي يعني. طيب دلوقتي انا كنت محضره فيديو كليب، المفروض الناس الاعداد بتاعك يكونوا قالوا لك. فيديو كليب ولا تقرير؟ لا فيديو كليب. فيديو كليب. ايوه فيديو كليب. انتوا عندكم فيديو كليب ولا تقرير يا جماعه؟ طيب نيلي هستأذنك، احنا هنشوف الفيديو كليب اللي انت جايبه لنا. استأذنكم انكم تشوفوا معانا الفيديو كليب ده، مراعاة ضبط النفس، المذيع ينصح نفسه وينصح حضراتكم بضبط النفس الكامل. نشوف الكليب وبعدين نكمل الكلام. دقيت على باب الحياة لما انجرح كفي، دقيت على باب الحياة لما انجرح كفي، على قد حالي على قد حالي ودنيتي 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 توعد ولا توفي. ومشيت في مليون اتجاه والدنيا حنفع كده. الدنيا حنفع كده ما بتيجي في يوم صفي. ليه اللاسي ومفتري الدنيا بتبوسه واللي على فيض الناس ومفتري الدنيا بتبوسه
اتفضل اتفضل بقى، ورينا فين الزفتة المسودة دي. حاضر حاضر حاضر. هي كانت هنا نهار اسود ومهبب على دماغي. لا لا هو ايوه 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 بنداري انا فاكر كانت في الحته دي في الجنب ده في الجنب ده ايوه الجنب ده. فين هي بقى؟ لا 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 هو الحمد لله الحمد لله. عم بندق. نعم. انت متأكد ان العدد ده كامل؟ ايوه طبعا متأكد متأكد متأكد. صراحة لا مش متأكد اكذب. العدد ده قصة واحدة بس ما فيهوش حوار. ايوه انا فاكر العدد ده بالذات كان جدك صور بس لكن ما حطش الحوار. يا سلام كانت قصة حلوة قوي 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 لسه فاكرها لحد دلوقتي. كانت بتعرف ايه بقى القصة دي؟ احكي لكم. تحكي ايه؟ بليز احكيها. بس هي القصة طويلة حبتين. طب ما تختصرها. اختصرها؟ انت هتختصرها. في ايه؟ طيب حاضر هختصرها. يلا. كان يا مكان ما يحلى الكلام. لا بقولك ايه يا عم بندق، انت لسه هتفضل تقولي ما يحلى الكلام وهنحشي الحمام؟ انا تعبانة واخدة برشام فلخص. لا خلاص ما دام خدت برشام لازم الواحد يخلص. شوفوا بقى كان في بطوط، بطوط ده كان ليه تلاتة، التلاتة دول ولاد اخوه، الواد سوسو وتوتو ولولو. لولو ده كان شقي قوي، ولد كان شقي جدا. هو لولو ده كان ولد؟ قطة. انجزي انت كمان، لولو يطلع ولد يطلع كلب مالكيش فيه، اسمع القصة وخلاص. التلاتة دول كانوا تملي يتخانقوا مع بعض، مش طايقين بعض، على ايه؟ على لعبة صغيرة قوي كده. قام جه ميكي راح واخد اللعبة دي ومخبيها وراح راسم خريطة وعمل لغز ليحل اللغز يوصل للعبة. جم يحلوا اللغز لقوا في لغز تاني، يحلوا اللغز لقوا في لغز تالت ورابع وخامس لحد آخر المشوار حلوا اللغز الكبير وصلوا للعبة. جيميكي راح واخد اللعبة دي وعشان هما بدل ما كانوا بيتخانقوا وبدل ما كانوا بيزعلوا مع بعض وبدل ما كانوا مش طايقين بعض بقوا بيحبوا بعض متكاتفين متحبين مترابطين. عشان كده ميكي عمل لهم لعبة كبيرة زي اللعبة الصغيرة دي للتلاتة واداها لهم مكافأة عشان حبهم لبعض. خلصت الحدوتة. حلو قوي حدوتة جميلة. المهم بقى دودو ويويو وفوفو دول لقوا اللعبة فين؟ بصراحة أنا مش فاكر. ما تشوف يا أخي أنت في المسودة دي يمكن. أهي لا هو في الساعة مبندول. إيه الساعة مبندول دي؟ مفيش أي حاجة هنا جوه ومفيش حاجة فوق برضه. طب وسعها وسعها. عايز شاكوش. شاكوش شاكوش في شاكوش هنا يا عم بندق؟ هو كان هنا في شاكوش. يو انت هتقعد تير. انا تخيلت بشاكوش هنا. احنا جايين نرجع لك ذاكرتك. معلش طمن. لا طمن طمن هاني. ايوه يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة في حاجة جوه. طيب أين كان اللي جوه؟ واضح إن هو حاجة صغيرة. بص يا جماعة لو ما كانش أتليست حتة ألمازة قد كده يبقى إحنا اتخرب بيتنا. إيه ده؟ إيه الهبل ده؟
هات الهبل ده. استنى كده رجعها يا هاني. يا جماعه في حاجه جوه. حاجه جوه ايه دي؟ حصاله. هو جدكم كان شال الكنز وهو في ثالثه ابتدائي؟ نكسره. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. استنى يا هاني عشان نبقى بوزيتيف بس، ايا كان اللي جوه واضح ان هو حاجه اصغر من اللي انا توقعتها، بس هو لو ما كانش اتليست حتت الماس صغننه كتير كده من اتورا يبقى احنا اكيد اكيد ديفينتلي اتخرب بيتنا. مفيش، خلوا بالكم بس عشان الاتورا اللي هتحصل. يا رب. في حاجه؟ ده جنيه ذهب. طب بكام ده؟ ده بحوالي 2282 جنيه. 2280 على 4 يبقى 570، ويبقى انا كده خدت حق يا جماعه، ويبقى فاضل لي جنيه وانا مسامح فيه. يعني احنا قاعدين ندور على كنز عشان في الاخر لا مؤاخذه يطلع جنيه ذهب؟ اه ما اكيد اللي كان عامل اللغز ده كان طارق علام. طيب استنوا يا جماعه، استنوا يا جماعه، اكيد لو كسرنا الجنيه هنلاقي حاجات اكيد اقل من الحاجات اللي احنا كنا متوقعينها، بس ممكن نلاقي حاجه يعني. خلاص ما تزعليش نفسك يا نيلي، احنا عملنا اللي علينا وده نصيبنا، هنعمل ايه تاني يعني؟ نيلي انت ما خسرتيش حاجه على فكره، انت كسبتي اهلك وناسك، كسبتي شريهان وكسبتي هاني وكسبتي معانا جنيه دهب على فكره. هو المهم لمه العيله، جدك اساسا ما كانش متصور ان انتوا هتتقابلوا وتحبوا بعض بالشكل ده. انا مش زعلانه خلاص يا جماعه عشان ما لقيناش الفلوس، بالعكس انا مبسوطه عشان مشينا الرحله دي مع بعض، وكمان انا اتغيرت وفهمت الدنيا ماشيه ازاي، ومبسوطه اكتر ان انا عرفتكم. ممكن اقول لكم حاجه بس ما تزعلوش؟ انا بجد عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان انا ينفع اسلم عليكم اصلا، بس دلوقتي انا ما اقدرش اعيش من غيركم. انا بس كان نفسي في الفلوس عشان كنت طبعا هتخرجي بابا من السجن. لا عشان اجيب النيو كولكشن الصيفي، لان انا لابسه لبس الصيف اللي فات ودي بالنسبه لي حاجه مهينه جدا، وبالباقي كنت هطلع بابي. لا لا انا اتغيرت الاول، لما لو لقيت فلوس هطلع بابي، وبعدين بعد كده هبقى اجيب لبس. انا كمان يا جماعه اتغيرت، ولازم يا هاني اجيب الكولكشن، لاني خلاص من بعد ما دقت النظافه مش هينفع البس الفيزون تاني. وانا كمان اتغيرت وبقيت نتن. ممكن نمشي من المكان القذر ده عشان اروح استحمى؟ ايوه صح، يلا بينا يلا. انا لسه ما اتغيرتش يا جماعه، استنوا لما ولا تغيرتش. هاني ايه؟ هات الجنيه الذهبي اهو. خدي حلال عليك. يعني جدكم ده يعني الراجل الميكي دوت ما كانش قادر يملى لنا التماثيل الكبيره دي ذهب بدل العروسه الصغيره اللي حاطط لي فيها نص جنيه ذهب؟ ما تزعلوش مني يا جماعه. ييكي عمل لهم لعبة كبيرة زي اللعبة الصغيرة دي للتلاتة، واداها لهم مكافأة عشان حبهم لبعض. الله
انت بتعيط ليه بس دلوقتي يا عم بندق؟ ما احنا لقينا الفلوس اهي. دموع الفرح يا بنتي، انا ما كنتش متصور ابدا ان انتوا ممكن توصلوا للفلوس دي. وجدك الله يرحمه تعب قوي 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 على ما بدل فلوسه بالفلوس الذهب دي، وقعدنا 7 ايام نحشر البتوع دول بالفلوس الذهب. حتى عارفه ده اهو، ده بالذات بقيت احط فيه كده واحشر كده اهو زي ما اكون بتعمله منبار، واحط كده واحط كده اهو كده اهو. ده اتعور، ده اتعور من كتر بتاع والله. عارف ده بيتعور بقاله كام سنه؟ شوف كده. مالكم؟ ما انتوا سالتوني على الفلوس الذهب، وانا ما قلت انتوا كنتوا بتسالونا على الالغاز. الالغاز بتسالوا الالغاز، لما ما سالتونيش على الفلوس ده. صح صح صح. ايه يا جماعه، في حاجه جوه؟ جوه فين؟ طب هاتوا بقى يا حين هنا على الترابيزه وقلبوا كده ونرج ونشوف في ايه. ماشي، بس بقول لكم ايه، مين انتوا فتحتوا التماثيل الكبيره؟ سيبوني انا وسيب نفتحه ده بقى. ماشي، تعال بس كده. تفتح ايه؟ هعمل حاجه هم اللي يعملوا. يعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ ايوه. ادي السكوش يا شوشو، حرام عليكم، حرام عليكم. اسمع انت فين هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صدق نفسي، حاسس اني بحلم، حاسس ان ضربات قلبي مش منتظمه، ونص وشي الشمال منمل، وايديا بتترعش جامد. يعني ايه يا سيف؟ هيجي لك جلطه من الفرحه؟ ما هو انا كده لما بفرح زياده
بيحصل لي مضاعفات. لا يا سيف لو سمحت اهدى، مش هينفع يحصل لك اي حاجه وحشه النهارده. انا عايزه بعد الفرح انزل صوري على انستغرام وكل الناس تعرف ان انا حياتي بقت كويسه ومظبوطه وان كوين ان از باك، وان شاء الله لما نرجع بيت بابي هبقى اطلب لك دكتور. بابي ايه؟ لما نروح بيتنا. ما هو بيت بابي هو بيتنا. لا بيتي انا هو بيتنا. لا معلش نو واي عايش في البيت الصغير الكلاسيك اللي كله كتب ده، انا بحب المودرن. تاني يا نيلي تاني رجعت للعجرفه دي تاني؟ سوري حبيبي انا عايش معاك في اي داهيه. انا بعرف اظبطك ازاي. شريف يا سوري يلا يا مامي يلا. ايه ده انت مين؟ صحيح مين اللي جو ده يا جماعه؟ اصل ده فرح مش افتتاح محل. معلش يا بابي بس شكله حلو معانا في الصوره. يلا. اوكي. العفو. شريهان تعالي معايا بليز عايزه قاعده للدريس. ماشي. انا رايحه التواليت. باي. باي 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 يا خال. مبسوطين قوي، مبسوطين انكم حليتوا اللغز. اضحكوا وانبسطوا، انتوا مش عارفين ايه اللي هيجرى لكم لسه. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش ده جدو ميكي؟ تقريبا. انت مين يا حاج؟ انتوا اللي مين؟ انا نيلي وانا شريهان وانا فطوطه. نهار اسود، جدك لحسلي مخ. يلا يا بت يلا. اوعى حد يقول حاجه، اوكي؟